واخا شي حبيبه لقيتيني جالسه هنايا جالسه يا اختي عطيت موت عليا بالضحك. دابا خالتي بها اتصلت ليا قالت لي المهم حيت حنا ان شاء الله المهم غدا الخميس غادي نوصلوا ان شاء الله غنوصل اختي الفراش الجديد ان شاء الله يا سيدي ربي. ودابا قبيله كنت غادي نخرج غادي نهز الكنابيات نحيدهم وداك الشيء. هي تقول لي بنتي خالتي غدا نلقى فين نعس ياكوه. يا تصوري خالتي بهاء دابا قالت لي شوفي دنيا وجد زعما حتى دو زعما طيب خالتي بهاء تقول لي بغات تعطيهم شي مراه ولا بغات تعاونها شي واحد ولا المهم هي اللي غتحس ما لقيتش فين نحطهم. اول حاجه كنت باغا زعما كون كان عندي شي خويا ولا شي با ولا شي واحد من عائلتي ولا شي واحد اللي كما كنقولوا يحنسك في هذا الوقت هذا غادي تحطيهم عنده وتحطيهم شي بلاصه حيت فهمتوا. ولكن ملي كتكوني بوحدك في بلاصه بوحدك كما كنقولوا انا بعد انا كنقولها انا برانيه في بلادي انا ما انا من الناس اللي كنحس بالجاليه المغربيه لان كيكونوا بعيدين على عائلتهم كنقول شوفوا هما مساكن بعيدين على عائلتهم داك الاحساس اللي كيحسوا به هو اللي كنحس به حتى انا. حتى انا كنكون جالسه كنكون قانطه كنقول هذا كنبكي مع راسي نبكي بوحدي نعاود نوض نوقف وكنقول بعدا كما كان هما الحال واخا مساكن كيتخبصوا كيجيو واحد النهار كيشوفوا والديهم كيسولوا عليهم والديهم في التليفون داكشي انا والو انا كيسول عليا حد حتى شي حاجه ما عليناش. خالتي بها قالت لي زوج غد دابا قالت لي وجي لي الطبله وجي لي كنابيات هكا خرجيهم هنا والطبله راه غنديهم ما عرفت تعطيهم شي واحد حتى كنت قلت لكم لقيت قلت لها ما قريتش شكون خليتهم زعما ما فرطتش فيهم ولكن ما عنديش فين غنحطهم انا عندي غير بيت فين زعما غنحطهم ولا شي واحد مثلا نقول يخليهم لي عندك واحد الفتره مؤقته انا ما ضامناش راسي بزاف ديال الحوايج ما ضامناش ليهم راسي الله اعلم. فغادي غادي يكون اخر نهار ليا مع الكنابيات هو دابا جاتني بحال البكي عرفتي انا كنولف انا كنولف الناس نولف الفراش نولف الماعن والله جاتني بشكل ما عرفتش واحد الاحساس بشكل دابا راه خصني نوض دابا نحيد الصبيه نوض بزاف الحوايج ولكن جالسه كنشوف ايوا الحمد لله على كل حال. ولكن عاوتاني كنقول غنجي واحد الحاجه زوينه عاوتاني كل حاجه كدوز وقتها كل حاجه كتبقى معنا كدوز وقتها خاصها تمشي عاوتاني وتجي ثاني حاجه اخرى عاوتاني. كيما دوزو دوك الاولين اللي كانوا عندي اللي كنت صاوبت وداك الشيء دوزو وقتهم مشاو جاو هاد الكرابيت هما عاشوا معايا بزاف ديال الحوايج حتى هما دوزو وقتهم وغيمشيو وغتجي ثاني حاجه اخرى. هذه هي الحياه كتبقى معنا حاجه وكدوز وقتها وكتعاود تمشي لشي حاجه اخرى ودوز وقتها وتمشي. المهم اختي غنوض دابا حيت قالت لي انا جايه قالت لي غنجيب الراجل المنهوضه المهم غتديهم صافي وغادي نشطب هنا ونعسو اليومين ان شاء الله فوق المالط نفرش غير ميطات النعس اليوم انا نجيب الليل غدا ان شاء الله باش المهم مابقيتش كملت صافي جات خالتي بهاء جابت الهونده ودات دات كلشي دات 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 الطبله ودات كنابيات ودات كلشي صافي البنات. ودابا انايا غادي نسيق هنايا المهم غنضربها بواحد المسحه هكا خفيفه للارض ونمسح الحيوطه وغنمسح كلشي ان شاء الله. والله البنات الا متحمسه متحمسه ان شاء الله غدا الفراش الجديد. واخا صراحه وقع عليا واحد الحاجه اليوم اللي صراحه نشوفوا نكون نجي معكم صريحه انا بحالي بحال اي انسانه والله. شوفوا بعد هاد الحيوطه راني غادي نحاول ندير لهم هكا واحد غنمشي البنات ناخذ داك البابي ديال الحيط بابي اديزيف هو اللي غندير. قريت واحد التعليق ديال واحد المتبعه قالت لهم الدنيا ما محتاجاش تكرفيس تكرفيس لاز عليها بركه عليها غتحاول غير تعدي وصافي كما كان الحال كيبقاو ديور الناس والله. وديك شري شري البنات راه عندي مسؤوليه عندي الكرا عندي الضو عندي المال اللي كيبقى يقول غير شري 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 راه بزاف راه عرفتي علاش راه كنخزن البنات باش نلقى باش نخلص الكرا والضو ما باش نتقدى خضيره. راه الا ما بقيت غير كنصرف كنصرف راه ملي غيجي الكرا راه مول الكرا ما يعرفش الكرا حكا صوبتي الحيوطه ولا حكا صبغتي راه خاصو يتخلص ومن حقه حتى هو كيكون كاري ديك الضويره باش يترزق بها الله ويعاون بها. فانا راه كنتمشي على قد جهدي ربي اللي عالم. المهم ما عليناش مشيت نتقدا هكا خضيره باش نطيب هكا اليوم كنت مشهيه الحوت وداك الشيء ومشيت. ايوا اختي الحبيبه باش نقول لك عمري تعاطيت في حياتي وعمري ضربت في الزنقه في حياتي حتى هذه ثاني مره. المره الاولى ملي كانت نصحاتني واحد ما عقلتش فاش جات ودفعاتني بكل جراه وبكل وقاحه لا كنت عقلت واحد النهار ما عقلتش علاش كانت دفعاتني وكنت قلتها لكم. وهذه المره الثانيه شي وحده كتجرأ عليا وكتجي لعندي وكتبغي تحكم فيا. المهم كنت كنتقدى الخضره البنات عادي جدا كان واقع لي واحد المشكل اصلا في الدار وكنت عرفتي شبعت بقى في الدار حتى شبعت وخرجت اصلا ماشي في الخاطر ديالي مشيت باش نتقدى الخضره ومشيت للحي اللي ماشي هو الحي ديالي مشيت نتقدى منو خضيره. ايوا يا اختي الحبيبه وما يصادفني لا غير واحد الانسان اللي قالت لك حكه متتبعه حاشا ولله واش يكون انا متتبعه ديالي كنعرفهم ما شاء الله حتى
التربيه والاخلاق وما كيعاير وما يسب وما يجيوش يبداو يقول كي ماشي هكا كنشوفوك في اليوتيوب ماشي هكا. بحال الانسان راه تلجا تلجا، حنايا جماد راه حنا بشر، راه كيكون واحد اللقطه كنكونوا فرحانين ولقطه كنكونوا ما فرحانينش، هذه هي الحياه، راه ماشي غنبقاو ديما حنايا ديما الضحكه وديما الطاقه الايجابيه، هذه راه لا يعقل، راه ضروري مره كنضحكوا مره كنتقلقوا مره ضروري جدا، هذه هي الحياه. ولكن اختي باش توصل ان الانسان يجي يهضر معاك بواحد الطريقه ما زوينه ويقول ويطلع حجبان ويقول لك ها عرفتك على حقيقتك قدام البطاطا، فانا بغيت نعرف حقيقتي شنو هي، فراح حشومه وعيب وعار. والله انا دوك اللي كيجيو شوفوا، انا كاين الفرق بين المتتبع، نعاود نقول لكم كاين فرق بين المتتبع وبين واحد كيجي باغي يضارب حق دنيا، راه دارت الفيلا دارت الطوموبيل نجي نضارب معاها. لا اختي الحبيبه شوفي، عاوتاني واحد القضيه اللي كيسأل حكا راه ما عندها حتى شي واحد، راه يتيمه راه نديرو فيها ما بغينا. شوفي راه كاين المخزن في البلاد، راه حتى حاجه في هذا الوقت راه ما كاينه حكا جي نحكر عليها ولا. والصراحه انا ما كنقدرش دوك اللي كتبغيو تجيو تضربوا معايا في الزنقه، انا ما كنبغيش نضرع. شوف علاش، راه عندي بنتي، انا راه ما عندي با ولا عندي امي ولا عندي خويا ولا عندي عمتي اللي غنقولها غيشدوا عليا، ولا بنتي راه عندها شي واحد اللي غادي يحن فيها، راه بنتي حتى واحد ما كيحن فيها حتى واحد ما كيسول فيها، باش نكونوا واقعيين. فانا ديما علاش كتشوفوني ديما حدا الراس، حيت عارفه بنتي ما كاينش اللي غادي يعقل عليها ولو بطريفه تاع هذا الخبز ولو غير يضحك معاها. فداكشي علاش انا كنصبر وكنصبر على حقي. ولكن اختي اليوم كنت مريضه البنات، كانت واصله فيا العظم وما كنتش شاربه الدواء العصب ديالي، وتعاملت معايا واحد الطريقه ما زويناش، فبقيت كنغوت، جاتني واحد السري ديال الغوات وديال العصب، حتى كلشي بقى كيشوف فيا صراحه، كيبقى فيا الحال وكنحس بالحقره والله، لان فعلا كاين بعض الناس، انا دوك التعليق اللي كنقول لكم السلبيه اللي كتشوفوا في القناه راه هما هادو، راه هما هادو اللي كنتلقى معاهم مباشره. وسبحان الله العظيم عمر وقع ليا هكا، عمري ضربت هكا مع شي وحده هكا عند الخضار ولا عند ما كنعرفش اختي اللي معاطي، عمري جربت هادشي حتى اليوم، ما كنعرفش شنو هي الضربي عند الخضار والضربي في الحمام داك الشيء، ما كنعرفش ليه، ديما جاب دراسي حتى حياني الله وليت نعرف اختي هذا يضربوا عند الخضاره ويضربوا في المخبازات، انا ما كنعرفش لهذا الشيء. هذا ضربت برا وحده النهار اللي ديك اللي ما عقلتش كانت بغات تنصحني على البيض، تفكرت على البيض وجات دفعاتني ديك الدفعه وما تقبلتهاش. راه ما كايناش السيبه في البلاد، باش نكونوا واقعيين راه ما كايناش السيبه، الانسان يتقى الله، راه حشومه. انا راه ديما كنتسنى الله، راه ديما كنتسنى الكارما، راه اي واحد كيظلمني راه كنتسنى الكارما، الكارما كنتسنى العداله الالهيه. هادشي اختي راه ما كنعرفش نهضر، تعرفوني كما قلت لكم كنهضر وكنتفشف، ما كنعرف حتى نهضر اقسم بالله، ما كنعرف حتى نتعاير والله يا اختي. انا قبيله كنقول ليها سيري راه واقيله مع الصباغ غير في داكشي اللي واقع، قالت لي لا مالي بن زعما اي جات ولد خير وصافي. والله المهم البنات ضربتها بواحد السياقه هنايا، المهم تجفيفه حاره، مسحت الحيوطه، شمشت الزربيه والمانطا، صافي اختي الحبيبه فرشت، دابا فرشت هنايا فين نجلسوا فين ناكلوا اليوم صافي. وشنو اخر الكنابيز قلت لكم راه مشى والله الا الدوخه، ما عرفتش شنو قلت لكم شنو ما قلتش لكم، نقدر نكون نقدر نكون عاودت الهضره 4 المرات ماشي مشكل، اليوم قبلوا عليا. ودخلت البنات الشمشه هكا الحيوطه، بعدا تنفسوا الحيوطه هكا الحمد لله شويه، ايوا صافي اختي الحبيبه هذا ما كان والله الا زعما بقى فيا الحال كل اللي كنترعد، مشيت نتقدى دابا كما قلت لكم الحوت، والله الا كل اللي كنترعد يدي كل اللي كيترعد. وجيت للدار بنتي كتقول لي مالك، قالت لي ماما كنصوني ما كتجاوبينيش تخلعت، قلت لها بنتي ها انت وزعتي، بقيت كنبكي قدام بنتي حسبي الله ونعم الوكيل. المهم باش نخرج ان شاء الله ناخذ داكشي اللي خاصني على قبل الحيوطه، وها انتما ان شاء الله كنت خارجه قاعده سخبانه حتى الحمد لله عا بغيتي باقا جالسه نرتاح بعدا شويه بعدا هو غاديت في الكنابي خديناه ونخرجتو، درت واحد الشطيبه جففت هنايا، حكيت الحيوطه راه حكيتها مزيان مزيان مزيان، لان ان شاء الله حيد لي غير الحيوطه والشطابه داكشي باش تبقى الدنيا نقيه. المهم شحال واحد كاين حدايا هنايا بغيت ناخذ دوك حيت درت شويه صغير صغير البيت اللي بغيت عارفين الصبيح راه حتى هي ما هي وما لا والله، خاصك تخرج شي حوايج وخاصك تحطيهم وهذا كون في الوقت ما راح صبرت كورة مزيان، ولكن دابا ماشي مشكل دابا ما وقع حتى حاجة. خرجت مشيت هكا باش نمشي للمنظمة علينا كيما غنقولكم، ولكن نسيت خديت التليفون ونسيت مشيت خديت من عندو بابي ديال الحيط، بابي ادي زيت هو بحال بابي ادي زيت اللي كاين في الحيط، مشيت خديت دابا ما جيت كاين واحد 260 صراحة وقيلا مكاملينش مكاملينش، وقيلا غير لوا جوج لوا دكور جوج لوا دكور بقاو هوت عند واحد هو موصفتني عند خويا، قال لي سير عند خويا عنده داكشي زوين، مشيت عندو هذا ب 15 درهم الحبه، هاجي ماشي اخويا انا راكم عارفين اللي كنخرج واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته ثمانيه خلاص 11 ماشي 13 11 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
1300 من بعد الا كانت خاصها شي حاجه نبيع دابا راكم عارفين الا جيت حتى كلشي كيتبعكم صروف كيتبعكم باش تشري كلشي في خطره كما كنقولوا موتي كتجي في خطره بعدا هادو غنحيدهم عليا غنحاول ندير غير البلايص اللي فيهم مغرويه اما البلايص اللي باقيين ماشي مشكل من بعد ان شاء الله دابا نقربو لكم تشوفوهم ان شاء الله من الخطوط الخطوه نقربو لكم يعني هادي باش تشوفي على القرب هانتي كيفاش داير. المهم هذا راه قالك الومنيوم هذا الشيء هذا ديكور جا هكا في الذهبي وفيه المهم رخامه ومذهبه. هانتي اختي هانتي اختي كيفاش ها كيفاش كيجي شتي في هاد البلاصه هادي بحال هكا كيوريك كيفاش كيجي في الصالون كيجي في الحمام. هانتي شوف هما هنايا هما الموديلات هنايا الموديلات هانتي راه باقا بعابيتي وكنوريك هانتي هنا الموديلات وها كيفاش كيجي اختي. هانتي راه هنايا ما شاء الله راه 11 واحد كنت باغا ناخذ كثر ولكن ما قدونيش الفلوس صافي حيت باقي ليا باغا نمشي نجيب بنتي وهذا وغنديها لواحد البلاصه خصني نشد الطاكسي. ها كيفاش كيتخدم بحال هكدا اختي نوقف باش تشوفو. هانتي اختي الحبيبه شوف شتي هانتي والله الا عتي هانتي نجري 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 مبين وانا نجري قلت لك نحيد عليا داكشي اللي كبير باش غدا يجيني داكشي ساهل. هانتي نقرب لك باش تشوفي باش نقرب لك واخا كاينه الشمس شوفي عن قرب كيفاش كيجي هانتي شتي عن قرب كيفاش داير. هانتي ويل ديكور هانتي زعما مزينات وغايجي الصراحه انا متاكده غايجي واعر متاكده غايجي خطير وغايجي كيحمق وغادي يعجبكم والله هذا شتي غيعجبكم. هانتي اختي يلاه ان شاء الله بقاو معايا ملي نركبو راه نوريكم حتى نسالي ان شاء الله حيت مهرسه ليا الرينغلايت صعيب هكا بقا نصور وداك الشيء غنقادو ان شاء الله ومن بعد نوريكم. بقيت جبنت معاكم من قبيله الصراحه والله عييت صافي مشيت جبت بنتي للمدرسه مشات خالتي بها بحالها لدارها صافي وعاود تفرجت هنا مع مقيله كانت تعافرو باش نركبو البابي اديزيف في الحيط عافري هنا وعافري هنا وجري هنا وديري هنا صافي اختي الحبيبه وانا ندير صافي عمرت اتاي جبت بنتي من المدرسه صافي جلسنا عمرنا اتاي يلا دابا سالينا قالت لك بنتي باغا تنعاد قلت لها صبري بنيتي نوري البنات كيفاش الشكل النهائي ديال الحيط واخا صراحه ما كملناش باقي لينا هنايا باقي لينا هنا ولكن ما نكذبش عليكم راه قلت لكم قبيله جاني غالي بزاف 300 ريال الوحده وانا خديت 11 وحده ب 3300 ريال وقالت لي خالتي بها زيدي خدي وترى ما عنديش اخالتي فهمتي داكشي راكم عارفين دابا الا خديت كلشي خطره وحده راه حيت خاصني نتمشى مع المصروف اللي عندي كتحتاج تجيب الخضيره اللحيمه فهمتي ما يمكنش غادي راه فيا ما ناخذهم كلهم ولكن غادي تزيري فهمتي الشهر فين كون فين الشهر الشهر سبحان الله العظيم كي في المصروف كيولي طويل ومثلا الكراو الظلمه كيجي بالزربه داكشي سبحان الله العظيم البنات غالي باش انك تاخديه كامل في خطره شويه غالي ايوا اختي ان شاء الله شويه بشويه حتى غنساليه. المهم بعدا قبيله درنا كاسكروت قبل ما ندير قبل ما ناكل كليت الحصى واحد البنت قالت لي راه ما بانتش ليا النمره بانت لي غير مرتك ومع العلم البارح انا ما درتش كاع نمرتي البارح انا ما حطيتش كاع نمرتي في اول تعليق. ها هي اختي قالت لك راه ما شفتهاش المهم اختي هي هذه النمره هانتي 06 93 91 92 11 ملعقة كبيرة بعد الفطور الغداء والعشاء هادي الا بغيتي تغلاضي اختي ها المكونات اختي ها البنت اللي قالت لي راه ما شتش ها انت اختي المكونات ها انت اللحظة زيادة الوزن معالجة فقر الدم معالجة المقاول العصبي معالجة بومزوي المكونات بودر المهم بودر الاكابيا عشبة الماكا زعما كاين شي مطرة البنات الصوت ديالهم كيطيح الودنين دروة الجمال دسم الماعز مكسرات حبوب اللقاح غذاء الملكة زيت العنبرة الزعفران الحر قصة الهندي العسل الحر فيها داكشي طبيعي 100% هانتوما اختي سميتها ويلكومبيو بلاتي كي سميتها ويلكومبيو طبيعية 100% هانتي ركزي اختي على الطبيعية 100% لزيادة الوزن والحصول على جسم مثالي اختي راه ماشي زعما كنكذب عليكم ولا شي حاجة وباش فرحت بزاف وعجبني الحال هما اختي البنات هانتي اختي باش تشوفيها البنات تواصلوا معايا البارح عرفتي واحد الحاجه بقى دابا تفكرتها بقات فيا طبيلتي ما بقاتش هنايا والله بقات فيا طبيلتي بقى فيا الفراش ما بقاش والله دابا كنهضر وانا نقول ما عجبني الطبله عقلي قال لي ما عجبني طبلتك قلت لكم البنات باش كيعجبني حتى تواصلوا معايا في الخاص كتويدوني كنتيقوا فيك انت واش ناخذوها
البنات خذوها على ضمانتي، راه زوينه، راه والله الا كنت فيك السخفه ما كتاكليش هذه بعدا، الا كنتي ما كتاكليش هذه اختي غير عمري الثلاجه، ملي غتشري هذه راه غتولي تاكلي خضر واليابس، راه ما شاء الله راه زوينه. وعلى ضمانتي، والرقم راه غنحط لكم في الشاشه، تواصلوا معاه ولا من طرفي باش تعرفكم، فهمتي؟ باش تعامل معكم، هي اصلا كتعامل مزيان، غير زعما قولا من طرفي باش تعرفكم. ايوا يا اختي هذا ما كان باش تعرفكم بناتي وخواتاتي وحباباتي. يلا اختي المهم دابا نقلب نوريكم. هانتوما كناخذ جوج معالق من هذا، حيت انا معلقه كبيره ما كانتش قبيله حدا يديا، كناكل هذه جوج معالق، كناكل الاولى والثانيه هي معلقه كبيره صافي. ودابا اختي انت اختي نوريك اختي كيفاش جا اختي البابي اديزيف، صراحه حاجه زويون. قولي يا جزوين تحكمتي خلينا حتى حنا نحكموا. ها انت اختي الصراحه قولي واش جزوين، عطيني الراي ديالك، انا راه كنثق في الراي ديالكم. المهم ركبنا انا وخالتي بهاء، كيفاش جا؟ صراحة هاد البلاصة كانت كلها غمولية، لأن هاد الجهة كاينة الطوالت، فهمتي؟ ميمكنش الغمولية تبقى ديما، واخا تصبغي تعاود ترجع. المهم معليناش، هادو 11 واحد يلاه داو ليا هاد الحيط، دابا هاد الحيط بوحدو 3000 ريال، 3300. قالت لي خالتي بها خدي حتى هنا، قلت راه ما عنديش، فهمتي؟ حيت شوفوا البنات، راه حيت أنا كنتمشى على قدي، راه عندي مسؤولية ديال بنيتها، خاصها تاكل، خاصها تشرب، الضو الماء الكران، فهمتي؟ راه ماشي داكشي ساهل، راه صعيبة المسؤولية، أقسم بالله إلا المسؤولية صعيبة. وملي كيكون الراجل هز عليك واحد الحمل وكيمشي فرمشات عين كيتخطف منك، راه صعيبه، راه اقسم بالله ملي كنبقى بالليل بوحدي حتى كتنعس بنتي وكنبكي حتى كنبرد على قلبي، وكنوض الصباح بطاقه جديده، وكنوض لكم حتى شنو بطاقه جديده، ولكن ربي اللي عالم بكل واحد فينا. راه ما يصغركمش المظاهر، المظاهر راه خداعه، والله ما بغيتش نبكي، لكن الحمد لله على كل حال. مهم بعد هاد البلاصه درتها كامله، نقرب لكم باش تشوفوا بعدا الشكل ديالو. قال لي مولاه، قال لي راه هذا بابي الومنيوم من الداخل فيه الالومنيوم باش هذا، قال لك غسليه حكيه بتيدو جافيل، المهم كي غيولي كيشعل، راه في الحقيقه كيبان حسن. وهنايا كنا باغيين نديروه كيجي لاصقه، تشوفوا طالعه الطلعه حيت كاين الميل اللي هي ما مايلش، وهنا مايل مهود، هنا شتي بحال مايل. ها انت اختي شوف، وهنا عاوتاني ركبت، ها انت هنا اختي ركبت، هنا درنا هنا شتو، وهنا بقى خاوي خاوي كما قلت لكم، عملت التليفون طفى وتشعلته، بقى خاوي هنا. دابا خاصني عاوتاني هنا وحده، وخاصني هنايا وحده تقسم على جوج، وخاصني ثاني وحده لهي، بحال نقولوا خاصني واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، خاصني خمسه. انا هاد البلاصه ما نقدرش ندير فيها حيت بزاف عليا البنات، راه تقام عليا بواحد 10000 ريال ولا 500 درهم ولا 600 درهم، بزاف عليا. هنا غادي نزيد البنات هنا وحده وحده هنا باش تغطى هاد الحموريه حيت صباغه، والتحت راه غادي يكونوا سديدرات، غتجي سداري، غادي سداري بحال هكدا. انا غير كنقول باقي ما عرفتهمش كيفاش، حيت انا مديوره لي مفاجاه، باقي ما عارفاش شكلهم ولا لونهم. واحد هكدا واحد هكا، لان ياسمين هضرات معايا ولكن ما قالتش ليا اللون ديالهم، قالت ليا شي حاجه زوينه ونقيه وجديده، قالت لي ولكن مفاجاه نهار الخميس ان شاء الله. واحد غيجي من هنا حتى لهنا الراس، وواحد من هنا حتى لهنا، وواحد القضيه بعدا عرفتي باش تعرفوا سبحان الله مول اللي نيتو زويون، ربي عمرو ما يخيبو. تخيلي ان دوك ستادر بحال مفصلين على هنايا، عرفتي؟ العبار ملي قلت لها قالت لي سبحان الله العبار اللي عبرتي لي هو اللي عندي، طبيله جديده، طلامط جداد، الحمد لله كل شيء. اليوم غنعسو فوق الارض هكا، نفرشو ماطاتو ونعسو، وغدا ان شاء الله اختي حن الله الحمد لله يا ربي. المهم راه هنايا، وهنا راه باش نوريك علاش درت هاتي بعدا اختي، نسد الشراجل باش نوريكم. ركبناهم هنايا شتي، وملي غندير دابا لتحت ما غاديش نركب لتحت، حيت ملي غندير السدادر غندير العود والسداري وندير المخده، هذه غتغطى ويولي يبان غير من هنا للفوق. اذا هنا نفس هذه العمليه اللي مديوره هنايا، غدار وحده هنا، واحد جوج ثلاثه، المهم قولي خاصني خمسه باش يلاه يلاه تجيني الدوره حتى لهنايا، حيت كدار وحده الفوق وحده لتحت، وعاوتاني هنا وحده الفوق وحده لتحت، هي خاصني خمسه، وديك الخامسه غنصايب بها هنا وغنكمل بها لهنا. نتمنى تكونوا فهمتوني، انا راه فهمت راسي ولكن نتمنى تفهموني. هاد البلاصه بغيت ندير لها ولكن قلت بلاش، لان الغموليه اصلا ما غاديش تحيد، غير هنا ما غتبقاش تعطي ريحه الغموليه، فهمت؟ بحال غتحبس. هو قلت لي واش هذا على ضمانتك زوين، قال لي هذا ما يتحيدش لك، قال لي نتي
اختي المهم انا بان لي زوين، قال لي تمسحيه الا كاع بالك فيه الوسخ، راه ديري شيفونه فيها جافيل وتيد وضربي عليه بواحد المسيحه فعلى تركه هو رجع كيشعل، وان شاء الله من القدام ان شاء الله تشوفوا داكشي زويون. وزربيتي راه غدا غتمشي تصبن ان شاء الله، لان هاد الزربيه هادي هاد الزربيه هادي الصراحه اصلا واقله العصا. واحد القضيه كانت قالتها لي وحده، انا دابا غنجاوب ما حد كنهضر كنهضر، ما عقلتش شي حاجه على الشكاره. الشكاره اللي كنت قلت لكم راه جبتها على صاحبتي من مرجان، وراه صار حيت قالت لي واحد البنت قالت لي راه بلاتي قالت لي واحد البنت قالت لي راه الشكاكه ديال المرجان راه ماركه عالميه وزويونين وما عاد كاليتي حسن، انت قارنتي الشكاكه ديال المرجان مع الشكاكر ديال درب عمر؟ قالت لي لا علاقه، غير كتهضري وصافي ما عليناش. هي وانا نقول لها انا هدرت قلت لكم البنات راه الشكاكه ديال المرجان راه كيجيوني ماشي شي كاليتي، لان صاحبتي مشيت مع خدات اسراء شكاره واحد العام كان قرب عيد ميلادها وخدتها لا كادو، وهي براسها كتقول لي الكاليتي ديالها ما زويناش ما عليناش، وباقي لحد ساعه علاقتي بها زوينه ديك السيده وكنهضروا كلشي. فجبت ديك الشكاره ما دوزت عندها حتى 8 شهور، ما دوزاتش عندها حتى 3 شهور، هي تقطع تقبات من التحت. وهضرت مع السيده عادي وقالت لي خصك تقوليها للبنات في القناه هكا باش يعرفوا بان راه الكاليتي راه ما كتكونش ديما زوينه. والسيده اللي جابت الكادو لبنتي ومسكينه قالت لك قولي ليهم اللي شرات لي صاحبتي راها تقبات راه ماشي شي كاليتي زوينه. ملي قلتها قالت لي وحده ما كتحشميش، جابتها لك كادو كتقولي عليها متقبه وكتقولي عليها خايبه. والسيده اللي جابتها مسكينه وتفرج فيه وقالت لي مزيان تنصحي الناس بحال هكذا حيت كاين اللي دابا غيصحابو زويونين حيت دوك اللي كيكونوا في كرتونه. وبعض المرات داك اللي كيكون داير واحد البليزير ما كيهضرش وكينقز واحد اللي ما داير حتى حاجه كيهضر، سبحان الله العظيم. هي دابا ديال الزربيه اللي قلت لكم راه دايره كتقول لي اه واحد قال كتعايري خالتي بها، الحمد لله ما كان عاير حد ما كانش بد حد، والله الا راني شاده تقاري وراني غاده في وسط الحيط. الزربيه اصلا خالتي بها شي وحده شي مره كانت بغات تعطيها وعطاتها ليها قالت لها عطيها الدنيا. قلت لكم هذه زعما فايته مستعمله بزاف، داك الزغب اللي فيها ما بقاش، حتى ملي كنشطب بيبي ما كتهزش ليا كيبقى داك الوسخ لاصق، فهمتي؟ بغيت نسال قبيله قلت لخالتي بها غنحيدها نردها لك وغناخذ الزريبيه ديالتي راها ما شاء الله كبيره واخداها بالثمن وعلى مزيناتها وغير غتبقى تضيع، غنديها للمصبانه ان شاء الله غدا لافاش تصبن وغادي نفرشها ان شاء الله هنايا. ايوا اختي نتمنى تفهموني يا ربي ونتمنى ما ينقصوش ثاني يقولوك حقه قلتي هذه ولا هذه، راه والله ما كنقول حاجه راه غير نتوما اللي كتقولوا والله. يا اختي الحبيبه ما عرفتش نبقى معكم ولا نقول لكم بالسلامه، المهم على حسب ان شاء الله. المهم بقيت راه بقيت ما بقيتش، راه نكمل معكم ان شاء الله. يا صحباتي.